شباب اليوم اليوم الوطني، نبي حماس، نبي نطلع للعالم كيف حنا عندنا انتماء وحب، كيف نفرح، كيف نعيش اليوم الوطني بكل ثوانيه ودقائقه وساعاته وايامه وسبيعه وشهوره وسنواته. طيب بس معلش الكلام شوي كبير شوي، يعني يا ريت لو تشرح اكثر، مو لي عشان الاخ اللي جنبي. ايه شوف حبيبي، لازم اليوم ها نفحط، الله، نكسر، برافو، نجدع، ممتاز. رقم البنات وركزوا على ترقيم البنات، ابغى تركيز. شوفوا عاد انتوا وياه، اهم شيء نروح للاسواق الفخمه، نبي نغازل هالبنات ونرقمهم، البنات اللي مسوين في امها وطنيات. حلو. شوف معلومه مره مع نفسك، اول مره جيبها صح. بس شباب الله يرحم والديكم، اي بنات واي صالون جمس تشوفون في عائله سعوديه وابوهم اللي معهم، حاولوا تغضون الطرف، يعني ما ترقمونهم الا اذا شفت ابوهم ها يناظر وذا ما زدت الرقم. اي اما اللي مع سواب نبي هذول، افتح الباب واعطها رقم بيدها. صح، شاف ذيب إيه. واحده لابسه لثمه، هلا رقم، هذا مخصر رقم، واحده عبا على الراس، حاول تقول على هذه ممكن تجيب لكم هيئه الامر المعروفه انها المنكر، ابعدوا عنها. اي اقول تبحثي؟ لا تفضل اسمع. انا عاد فيني هجوله تكسير، انا شوف راسي ابكسر. أيه. ابكسر، خليني ابكسر. يلا اقول انت وياه، انتم قاعدين تسولفون وتبربلون وراح الوقت علينا، الجماعه يحتروننا في ذاك. يلا.